merci. طلعنا على إمكانيات المستشفى في سطيف ولاحظنا أن حاليا بسطيف كاين ثلاث أماكن اللي فيهم الفحص البيولوجي أو الفيرولوجي وفيهم نشجعوه كثير ونقيروه. هو واحد خاص عنده مخبر خاص ويدير بدون مقابل. وفي المستشفى فيه آلة تاع الكشف اللي راهي معطلة، إن شاء الله ما نغادروش سطيف إلا إذا كانت في الخدمة. إذا اشتغلوا هذه المراكز هذا اثنين في القطاع العمومي والثالث في القطاع الخاص، إن شاء الله المواطنين من الجانب هذا يا إن شاء الله يكونوا راضيين. بالنسبة للاستشفاء هو كان قلق كبير لأن مصالح الاستشفاء تعمرت وكان مرضى ما صابوش. تعليمات من وزارة الداخلية للسيد الوالي ونفس الشيء من طرفي هي أن نستعمل كل إمكانيات كل فنادق كل مراكز باش نخفوا على المستشفيات باش تبقى المستشفيات تعالج إلا اللي يحتاجوا اللي عندهم أعراض أو عندهم أمراض مزمنة تحتاج مرافقة طبية.